والله هي مبادرة حلوة، ونطالب بالإسراع يعني بالانتخابات حتى نغير الفاسدين مجالس مع المحافظة وما محافظة وهاي الشغلات، نطلبه من الكاظمي أو غير الكاظمي حتى نزيح الفساد شوية، بلكي يخف حتى لعله يصير أعمال، يصير تعويضات، يصير شيء من حكومة الكاظمي. زين انتم كمواطنين راح تشاركون بالانتخابات وتغيرون؟ والله إذا ما نشارك زحمة، لانه يصير شغله بيها تزوير ويجيبون اسامي ومن عندهم يخلوها، فلازم نشارك. زين الانتخابات اذا كانت باشراف الامم المتحده راح تكون نزيهه وما يكون بيها تزوير وتلاعب؟ والله نحن نتمنى هذا الشيء يصير، بس بدون تلاعب وبدون تزوير وبدون اي شيء وبدقه، يعني نطالب يعني انتخابات تصير بدقه بشكل اذا صحيحه. ليش لا؟ وإذا نفس الشيء ما غيرنا شيء شنو الفائدة؟ ما سوينا شيء. إذا صحيحة كلنا نشارك طبعا، غير إنسان على الصحيح يمشي. يا أخي والله نطالب تغيير هالوجوه هذه اللي ظلت بقت، نطالب بالإعمار، نطالب بشيء يفيد البلد، شيء يفيد البلد، نطالب الإعمار، شوارع، جسور، بناء المستشفيات، هاي النقطة، المدارس، تعود الحياة الطبيعية، العمل للموظف، للمواطن العادي، العامل. نتمنى من الله، ونريد فعل انتخابات شفافة، انتخابات نزيهة، انتخابات تظهر بيها الوجوه الوطنية اللي تحب العراق. والله انتخابات لازم نروح نحن على الانتخابات، لأنه نغير هاي الوجوه، دمروا العالم، بهدلوا العالم، شلوا حركة الشغل. شغل ماكو، انتقام، العالم مين تجيب؟ وطلعوا لنا بايزه كورونا، هاي كورونا دمرت، يعني مين؟ الفقيه مين يجيب؟ زين الانتخابات اذا تكون باشراف الامم المتحده، يعني انتم برايكم؟ والله تطلع الشغلاي اضبط وناجحه، لانه ما يطلع بها اي تزوير ولا تلاعب. يا اخي خلي بدلوهم، ما نقيدهم لذولي، ايش عملوا للعراق؟